اكيد المجتمع اليوم ديالنا عرف واحد هاله كبرى اللي خلعتنا كاملين وخلعت المواطنات والمواطنين. بطلوها احد البيدوفيليين اللي عنده واحد المرض نفسي وللاسف يستغلوا الطفوله. وهذا الشخص هذا للاسف الشديد يدعي انه يشتغل مع الاطفال والعلم انه يقوم بجريمه ضد الطفوله. وهذا السيد هذا اللي كرا واحد الشقه 40 متر مربع بمدينه الجديده وداه الاطفال واحتجزهم فيه بدعوى انه غينشطهم رياضيا. اكثر من هذا هو ان هذا السيد دير اعلان على الصفحات ديالو في الفيسبوك وفي مجموعه من المواقع كيقول فيها رحله اكتشافيه واستطلاعيه الى مدينه الوليديه ب 700 درهم وحولها لهم الى الجديده. وهنا كنطرح سؤال، هو ان هاد الاباء اللي سجلوا مع هاد السيد هذا وفي دار وكيتواصل مع اولادهم وعارفين انهم في دار، كيفاش يعقل ان كنصيفط الابناء ديالنا اللي مع واحد كيدعي انه اطار وبوحدو؟ مع العلم ان للاسف الشديد هناك مجموعه من القنوات الالكترونيه والمواقع اللي سوقت تغليط الراي العام وتغليط الناس واساءت الى المخيمات، بحيث البعض كيعتبروا انه مخيم وفي الواقع انا اصلا ليس بمخيم. المخيم عنده قوانين ديالو، اولا ان خاص كل جمعيه تشتغل قانونا في القانون الاساسي على المخيمات ومنخرطه بالجامعه الوطنيه للتخييم وحاصله على شهاده او رخصه القبول واوراق السفر والتامين، وكتاخذ الرخصه كذلك من المديريه الاقليميه اللي تابع عليها ترابيا. هذو كل اشياء غير متوفره. ثم كذلك من شروط المخيمات هو كيكون عندك واحد دفتر تحملات في كتوقع فيه شراكه مع الوزاره وشراكه مع الجامعه، شراكه ثلاثيه، بالاضافه على انه هذه الجمعيه خاصها تكون عندها لائحه الاطر مكونة تكوينا بيداغوجيا من طرف الوزارة اللي هو كتسمو الدرجة الأولى والثانية والثالثة والدبلوم ثم مدير. هادو أشياء كلها ما كاينة شيء. كذلك من الشروط كذلك اللي كتكون على الجمعية على أنها خاصها تكون عندها واحد مشروع بيداغوجي ومشروع تنشيطي، هادو كلهم ما كاينينش. إذا الواقع الحال هو أن هذا السيد هذا المريض البيدوفيلي استغل الأسر واستغل الأطفال. ثم أكثر من هذا، كيف يعقل دائما كنطرحوا هذا السؤال، نفس الشخص اللي كان دار رحله شاطئيه ثلاث شهور هذه وغرق ليه طفل وكيدعي بانه توضر وما عرفوش فين كاين والزحام الى اخره. هنا كنطرحوا السؤال كيفاش ان الاسره سمحات في حق الطفل هذا الى اخره. من هذا المنبر حنا كجامعه وطنيه للتخييم اولا نسائل الضمير الانساني ديالنا المغاربه كاملين، لاننا حنايا كجامعه وزاره الشباب والثقافه والتواصل اليوم تبني مشروعا متميزه ديال المخيمات الصيفيه في جوده الفضاءات، كاينه فضاءات جديده جدا في مواصفات ممكن نقول لك انا عالميه، اللي فيها دي شالي متميزين، دي سانيتير متميزين، فيها مسابيح، فيها ملاعب، فيها ريستوراسيون متميزه. هادو كلهم ونجي انا ينصفط ابناء ديالي مع واحد كيديهم شقه ويحتجزوه، ما كنسمى احتجاز لان 19 لواحد راه احتجاز. الغريب في القضيه كذلك هو ان هذا المريض النفسي اساء حتى للرياضه. الا كان كيقول كندير الرياضه راه اساء حتى للرياضه والفرق الرياضيه واساء حتى للمؤطرين المنشطين الرياضيين. الجامعه الوطنيه للتخييم حنا اليوم طرف مدني في الدعوه، خدينا محامي اللي غنتبعوا العمليه، لان المخيم صورته اساء اليها، وخاصه نعرفوا كاملين لان المخيمات تنضم القطاع الوسيط اللي هو وزاره الشباب والثقافه والتواصل بالشراكه مع الجامعه، وكذلك هو تحت اشراف الرعايه الساميه صاحب الجلاله محمد صلى الله. فبالتالي لا يمكن لاي طرف كيف ما كان انه يسيء الى هذا الميدان، لان هذا الميدان الطفوله الجامعه الوزاره اخذته بشعار فضاءات للتنميه والادماج باشراك جميع الاطفال العالم القروي، اشراف فتيات العالم القروي، اشراف اطفال في وضعيه اعاقه، اشراف اطفال في امراض مزمنه، حتى اللي ماش كيستافد كيستافد. لهذا اليوم خريطه المملكه المغربيه الشريفه من طنجه الى القويره عبر 12 جهه اللي عندنا الكل ممتل. الحمد لله اليوم عطينا الانطلاقه الحقيقيه للمرحله الرابعه.
وقفنا عبر الجهات كاملين المشاركة 100%. ما كيش تراجع، ما كيش تخوف، الناس ثقين في المجتمع المدني، ثقين في الجمعيات ديالهم، لأن هذه الجمعيات لها ما يؤهلها تربويا وما يؤهلها كذلك على مستوى الكفاءات التنشيطية وما يؤهلها كذلك كتجربة. المخيمات راه 60 سنة عدد الجمعيات فيها، مع العلم أن المخيمات على 100 سنة، ودو الجمعيات كلهم عندهم أطر ديالهم مكونين مؤهلين متطوعين كذلك ومتطوعات، لأنهم كيخافوا على سلامة الطفل اللي كيبقى مع السهر على راحته 24 ساعة على 24 ساعة، لأن المخيم كنقول دائما هو مدرسة للتعلم، مدرسة لاكتشاف المواهب، مدرسة للتربية على القيم والمواطنة من خلال الفترة الصباحية اللي كتبدأ بالنشيد تحية العلم، ثم تكوين الشخصية انطلاقا من جمع الأفريشة ديال كل طفل على حدة، هو التغذية المتوازنة، وكذلك نظافة الفضاء، ثم المشاركة في السهرات والمشاركة في الورشات والمشاركة كذلك في التنشيط. لهذا الجامعة الوطنية للتخييم ووزارة الشباب والثقافة والتواصل مشكورة كذلك المجهودات تقوم بها هي والأطر ديالها، وكنرفعوا القبعة عالية سواء الأطر الشباب والرياضة أو الشباب والتواصل وكذلك المجتمع المدني، لأنهم هادو كيأمنوا وأمنا جميعا على أن المخيم هو مدرسة حقيقية للشخصية والبناء الإنسان، لأن كنا أبناء هذه المدرسة هذه، ولا يمكن أن يؤثر علينا أي أحد، ولكن هذا البيدوفيلي يجب أن يعاقب معاقبة شديدة حتى يكون كذلك عبرة للذين أو للمرضى الذين يعيشون بيننا تحت أو في الخفاء. وأخيرا كنشكر كل القنوات الحقيقية المواطنة الغيورة لتنور الرأي العام. للبعض يقول أو روج صورة مغالطة للمخيمات، المخيمات بريئة جدا من هذا السلوك ومن هذا الإنسان ومن هذا الوحش الآدمي الذي نعتبره حقيقة مجرما مغتصبا، لا يمكن إلا أن يكون سبة لنا كاملين. لا يمكن أن نسميه شي حاجة من غير الفضاءات ديال القطاع الوصي أو الفضاءات المعترف بها أنها مخيمات. هذه كما قلت لك هي رحلة أخذها وهجرت الأطفال إلى شقة. صحيح أحيانا كنتكلموا على مخيمات اللي هي خاصه اللي هي كتكون غير مراقبه. هنا اناشد اولا كل المهتمين الحكوميين والسلطه التشريعيه والتنفيذيه من اجل اقرار قانون للمخيمات، لان كاين لهم واحد المرسوم، هذا المرسوم يتكلف فقط بالمخيمات التي تنظمها القطاع الوصي، ولكن كتكلموا على نخدموا على قانون لينظموا المخيمات، باش ماشي اللي جا او اللي من هبه ودبه مشي يكري مدرسه ولا يكري شي منتجع ويقول المخيمات لا، هذا قانون خاصو يحمي هذا المخيمات، باش يكون عند السلطه الوصايه ديال المراقبه على كل الفضاءات اللي تهتم بالتخييم.